السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما في صحة وسعادة. في الفيديو بتاع النهاردة هنتعلم ازاي نعمل variance analysis chart تورينا ال variance اللي موجود month over month، وسواء كان ال variance ده favorable ولا unfavorable. هنا عندنا تيبل بسيط موجود في الشهر من جان لحد ديسمبر، ال actual figures بتاعتنا وال budget figures، وبعد كده عندنا two supported columns، واحد هيكون فيه ال favorable variance وواحد هيكون فيه ال unfavorable variance. طبعا لو احنا عايزين نحسب ال variance بس ممكن نعمل actual versus budget، وده هيدينا ال variance بتاع كل شهر. نعمل كده برضو في ال unfavorable، بس احنا هنا عايزين في الكولوم بتاع ال favorable يدينا ال variance بس لو كان favorable، ولو كان unfavorable يدينا zero. عشان نعمل كده هنروح هنا هنقول نستخدم معادلة ماكس، فاحنا هنا بنقول له ادينا الماكس ما بين ال C5 minus D5، يدينا الماكس ما بين ال actual minus budget و 0. يعني لو الفرق بين ال actual minus budget اكتر من 0 ادينا الفرق ده، ولو الفرق ده اقل من ال 0 ادينا 0. ندوس اوكي ونسحب المعادلة لتحت. هنا هنلاقي ادانا الفروقات الفيفرابل بس. الانفيفرابل هنعمل عكس الكلام ده، بدل ما نستخدم معادلة ماكس هنستخدم معادلة مينيمم، ادينا الرقم الاقل ما بين الاكشوال ماينس البادجت والزيرو. بعد كده نسحب برضو المعادلة لتحت وهنلاقي هنا انه بقى بيدينا الفرق لو بس اقل من الصفر. بعد كده خلينا نعمل التشارت بتاعتنا. هناخد المانث كلهم كوبي وندوس كنترول، وناخد البادجت عندنا في الاول كوبي برضو، ونروح على انسرت ونختار لاين تشارتس هنا with ماركرز، ندوس اوكي. بعد كده نعلم على اللاين وندوس كنترول 1 عشان يفتح لنا الفورمات. نروح على الفيل ان لاين هنا ونخلي اللاين نو لاين عشان يفضل عندنا الماركرز بس. وبعد كده ممكن نروح على الماركرز نفسها ونغير التايب بتاعها ونغير السايز. وممكن برضو نعمل تريك تانية، لو احنا رحنا مثلا هنا على insert shapes واخترنا اي شيب، خلينا مثلا نختار اللاين ده، وبعد كده عملنا لاين، لو دوست شيفت وانت بتعمل اللاين او انت بترسم اي شيب هيخلولك يمشي في خط مستقيم. ممكن تختار من هنا اللاين اللي انت عايزه، خلينا مثلا نختار اللاين الجراي ده، وبعد كده لو دوست كنترول سي اوكي، وبعد كده رحت دوست على الماركرز دول ودوست كنترول في، هتلاقيه غيرهم لك هنا بالشيب اللي انت عملت له كوبي. وكده يبقى احنا حطينا في التشارت بتاعنا الفيجرز بتاعت البادجت. خلينا نضيف دلوقتي الاكشوالز. واسهل طريقه تضيف بيها فيجرز للتشارت ان انت تاخد الفيجرز دي كوبي، وبعد كده تروح على التشارت تعلم عليه وتدوس كنترول في بيست، هتلاقيه ضاف لك الفيجرز دي في التشارت. بعد كده دوس على الدوتس دي واعمل رايت كليك تشينج سيريس تايب، وبدل ما تخليها لاين وذ ماركرز اعملها ستاكت كولوم، وهعرفكم دلوقتي ليه هنعملها ستاكت كولوم. ندوس اوكي وكده ظهر عندنا الاكشوال فيجرز. ندوس على الكولومز دي ونروح على الفورمات، نقلل الجاب شوية، خليها مثلا 75%، كبر للتشارت شوية، شيل الجريد لاينز وشيل الفيرتيكال فاليوز دي مش محتاجينها، احنا هنضيف الداتا ليبلز بعدين. ممكن نغير الكالر بتاع الكولومز دي حسب الثيم اللي احنا بنستخدمه، فخلينا نروح على الفورمات هنا ونختار مثلا، خلينا نختار لايت يلو. دلوقتي خلينا نضيف للتشارت الانفيفربل فارينسز بنفس الطريقه اللي عملناها. ناخد الانفيفربل فاليوز هنا كوبي ونروح على التشارت وندوس كنترول في، وبعد كده رايت كليك على الدوتس دي ونختار تشينج سيريس تايب ونخليها برضو ستاكت كولوم. والسبب اللي احنا اخترنا فيه ستاكت كولوم هنا ان انت لما بتختار ستاكت كولوم هو بيحط لك الفاليوز مع بعض في نفس الكولوم، انما لو انت اخترت كولوم بس هيحطهم لك جنب بعض مش مع بعض. بعد كده ندوس اوكي
هتلاقي هنا ان الانفيفرابل فارينسز جايه تحت اللاين علشان هي بالنيجاتيف، بس احنا عايزينها تملى الفراغ الفاضي دوت، عايزينها تبقى فوق اللاين. علشان نعمل كده هنروح على المعادله بتاعتنا بتاعت انفيفرابل هنا، وبس نحط قبل المعادله هنا بعد الايكوال نحط ماينس وندوس انتر. ده كل اللي هيعمله ان هو هيحول لنا كل الارقام من نيجاتيف لبوزيتيف، وهنا هنلاقي التشارت بتاعتنا اتظبطت والفاليوز طلعت فوق اللاين. برضه نعلم عليها، نغير الفورمات. خلينا نقول علشان دي unfavorable variances ممكن نديها color red. red ممكن يكون over شوية، فخلينا نروح على more colors custom ونقلل بس الشيد بتاعه عشان ما يبقاش احمر قوي كده. ودلوقتي احنا عايزين نضيف الفيفرابل فارينس ونقدر نديها ديفرنت فورمات زي ما عملنا مع الانفيفرابل. بس لو احنا جينا حطينا الفيفرابل فارينس هنا كوبي وبيست بنفس الطريقه واخترنا ستاكت كولوم، هيضيفها فوق الكولوم اللي اوريدي موجود، بس احنا مش عايزين كده، احنا عايزينها تظهر بس في المساحه الزياده دي اللي فوق اللاين. علشان نعمل كده هنضيف البادجت من اول وجديد، كنترول سي ونحطها في التشارت هنا كنترول في، نعمل كليك يمين تشينج تشارت تايب، وهنخليها برضو ستاكت كولوم جديد، بس هنا مش هنحطها على نفس الاكسس، هنحطها على السكندري اكسس بحيث ان هي تبقى على اكسس مختلف موازي للاكسس اللي احنا شغالين عليه. وبعد كده ندوس اوكي. ودلوقتي نقدر ناخد الفيفرابل فارينسز كنترول سي ونروح على التشارت كنترول في ونعمل كليك يمين برضو تشينج ونختار ستاكت كولوم، وهنا نحطها على السكندري اكسس برضو بحيث ان هي تبقى على نفس الاكسس اللي احنا حطينا فيه البادجتد فيجرز. ندوس اوكي. دلوقتي الفيفرابل فارينسز ظهرت عندنا، ممكن نديها برضو ديفرنت كولر، بما انها فيفرابل خلينا نديها something green. لكن دلوقتي الانفيفرابل فارينس اختفت علشان احنا ضفنا كولومز جديد للبادجت، فنقدر نعلم على السيريس 4 دي اللي احنا لسه عاملينها ونروح على الفورمات ونخليها نو فيل. بعد كده عندنا هنا الجزء اللي باليلو ده اللي هو الاكشوال فيجرز اللي عندنا، الجزء اللي بالريد ده الشورت اللي حصل او الانفيفرابل فارينس اللي حصل، والاجزاء اللي بالجرين دي الفيفرابل فارينسز اللي حصلت. دلوقتي محتاجين نعمل شويه فورماتنج، فخلينا نشيل الفيجرز دي، خلينا نروح على التشارت اليمنتس ونحط الداتا ليبلز. خلينا نعلم على التشارت ونروح على التشارت اوبشنز، هنا هنلاقي عندنا كل السيريز اللي عملناها. على فكره لو الموضوع ده كونفيوزنج بالنسبه لكم شويه، فانتوا ممكن من هنا لو عملت كليك يمين على التشارت ودوست سيلكت داتا تقدر تغير الاسماء دي، بدل ما هي بتقول سيريز 1 2 3 4 5 تقدر انت تديها اسم لو دوست عليها ودوست اديت، فدي البادجت فتقدر تسمي دي بادجت لاين. دوس اوكي. سيريس 2 دي عندنا اديت اكشوالز اوكي، اديت لسيريس 3 ودي انفيفرابل اوكي، سيريس 4 سميها بادجت هيدن مثلا عشان تعرف ان دي البادجت اللي احنا خافينها وندوس اوكي، واخر واحده سيريس 5 دي الفيفربل. وبعد كده دوس اوكي، روح تاني على التشارت اوبشنز هتلاقي هنا اسماء السيريس ظاهره بالنسبه لك. اول حاجه الهيدن داتا ليبلز دي احنا مش محتاجينها، فنعلم عليها وندوس ديليت. برضو البادجت لاين ده مش عايزين نحط الداتا بتاعته، ديليت. دي الفيجرز بتاعت الاكشوالز، علم عليها ونروح على الليبل اوبشنز، ليبل اوبشنز وخليها انسايد بيز عشان تظهر تحت. المشكله دلوقتي ان احنا عندنا الزيرو الزهره، لما يكون الفرق unfavorable 100 الفيفرابل 0 فهو ظاهر عندنا الزيرو برضو. علشان نقدر نخفي الزيروز دي هنعلم على الداتا ليبلز ونروح على الليبل اوبشنز نمبر، وفي الفورمات كود هنا هنكتب شباك شيفت 3 وبعد كده نعمل دبل كوتس مرتين، وبعد كده ندوس اد هنلاقي ان كل الزيروز اختفت. نعلم على الانفيفرابل ونعمل نفس الكلام شيفت 3 دبل كوت دبل كوت، وبعد كده ندوس اد
هنلاقي ان الزيروز برضو اختلفت. بعد كده سمي التايتل ده هنا variance analysis، وممكن تروح من التشارت اوبشنز هنا تختار الاكشوالز، صغر الجاب تاني خليه 75%، روح على الفيفربل خليه 75%، واللاين هنا ممكن نخليه عشان نخليه اوضح شويه كبره، ندوس شيفت ونكبره شويه وندوس كوبي ونرجع نعلم على اللاينز هنا تاني وندوس كنترول في. كده بقى واضح عندنا اكتر اللاين بتاع البادجت. ممكن تغير الفورمات بتاع الداتا ليبلز زي ما انت عايز، خلينا ندي ده مثلا دارك ريد وخلينا ندي ده دارك جرين، وبكده يبقى عندك تشارت شكلها ظريف بتولي لك الفاريانس اناليسز للسنه كلها. عندك في جان الاكشوال كان 200 بس انت شورت 100 عن البادجت، ده معناه ان البادجت كانت 300. في فيب كان الاكشوالز عندك 400 لكن انت عملت 100 كمان زياده عن البادجت، معنى كده ان البادجت كانت 300. وهكذا عندك في اوجست هنا ما كانش عندك ولا فيفربل فارينس ولا ان فيفربل، فانت يو ميت ذا بادجت اكزاكتلي. وطبعا تقدر تستخدم التشارت دي في اي داشبورد انت بتعملها، وهيبقى سهل جدا لاي حد بيبص على التشارت انه يفهم الستوري اللي انت بتقولها حتى لو هو نون فاينانس ريليتد. اتمنى تكون التشارت دي مفيده ليكم وتقدروا تستخدموها في الشغل بتاعكم. لو عندكم اي اسئله بخصوص الفيديو ده سيبوها لي في كومنت تحت، ولو عندكم اي اقتراحات بخصوص الفيديوهات اللي جايه برضه سيبوها لي في كومنت واحاول ان شاء الله اعملها. واشوفكم ان شاء الله في الفيديو اللي جاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.